بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الأعزاء. في هذا الدرس نكمل دروس الـ Energy Systems. في الدرس السابق تكلمنا بإجمال عن الثلاث أنواع من الأنظمة اللي تنتج لنا الـ ATP، وقلنا أن هذا الموضوع له علاقة بمدة التمرين وشدة التمرين، وتحدثنا أيضا بأن في البداية وفي بداية التمرين ومع التمارين الشديدة الجسم يستخدم، العضلات تستخدم سيستم يسمى بالفوسفوكرياتين سيستم، وهذا الفوسفوكرياتين اختصارا فائدته أن الـ ADB يستعين بالفوسفيت جروب اللي موجودة في الكرياتين لإعادة إنتاج الـ ATP، على اعتبار أن الـ ADB ينقصه واحد فوسفيت جروب علشان يصير ATP. فبالتالي أثناء الرياضات الشديدة مع بداية الرياضة الشديدة، وفي درسنا اليوم راح نأخذ مثالين. مثال مثلا إذا أنت قاعد تلعب حديد، مثلا عندك البنش بريس، تمرين الصدر المستوي، هذا التمرين يستغرق له مثلا ثواني معدودة وبعد ذلك ينفذ مخزون الـ ATP. ففي هذه الحالة أنت في بداية هذا التمرين أنت قاعد تستعين بسيستم الفوسفوكرياتين لإنتاج الـ ATP. أول ثانيتين ثلاث ثواني راح تستخدم الـ ATP مخزنة داخل الألياف العضلية، بعد ذلك راح تبدأ تستعين بالفوسفوكرياتين سيستم لإنتاج الـ ATP. هذا الفوسفوكرياتين سيستم أيضا في له زمن معين ومحدود وينفذ من بعده حوالي 10 ثواني. فبعد 10 ثواني اللي هو تقريبا مدة الجولة الواحدة، مضطر انك تستعين الى سيستم اخرى اللي هو الجلايكوليتيك سيستم اللي راح نتكلم عنه في الدروس القادمة. ولكن احنا كلامنا احنا في التمارين الشديدة، مثل مثال الاول قلنا اللي هو انت ماذا قاعد تلعب 10 طقات جولة واحدة بنش بريس، او اذا انت عندك سبرنت قاعد تركض بأعلى سرعة وأقصى سرعة لمدة 10 ثواني، وبعد ذلك أنت وقفت عن التمرين. هذا الفترة اللي بعد ما توقف التمرين، بعد ما تنتهي من السبرنت، بعد ما تنتهي من جولة البنش بريس، هذه يسمونها الريكفري تايم. في هذا الوقت يبدأ الجسم عاد يستعيد، يبدأ مرة ثانية يحاول ينتج الفوسفوكرياتين مرة ثانية عشان ناخذ الفوسفيت جروب من الكرياتين اثناء التمرين. فهذا عندنا ثلاث ازمنه ان صح التعبير. الزمن الاول هو ما بعد التمرين. الزمن الثاني، الفتره الثانيه، هو اثناء ممارسه التمرين، يعني وقت اللي قاعد تركض 100 متر باعلى سرعه. والفتره الثالثه هو بعد ما تنتهي من التمرين. طبعا في هذه فترات شنو راح يصير ويانا؟ راح يصير ويانا لأن إحنا راح ننتج ATP، راح نستهلك الATP وراح ننتج ATP. وقلنا هذه العملية تتم عن طريق الاستعانة بالفوسفيت جروب اللي موجودة بالكرياتين. فإذا إحنا لما عندنا الكرياتين فوسفيت، نأخذ الفوسفيت جروب من الكرياتين فوسفيت، راح يبقى لنا شنو؟ الكرياتين. فيصير عندنا يعني زيادة بنسبة الكونسنتريشن، تركيز الكرياتين، الفري كرياتين داخل العضلات، وبالتالي الجسم محتاج الى تزويد الكرياتين الى بالفوسفيت. من وين يزودها؟ عن طريق الايروبيك سيستم. احنا وقت الراحه لما ننتهي من الجوله السريعه، لما نركض 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 100 متر وبعدين نريح، هني في الحاله راح ندش بسيستم اخر اللي هو الايروبيك سيستم، واللي يزودنا بالATP عن طريق الميتوكوندريا. فالميتوكوندريا بعد ما نخلص احنا من السبرنت راح تنتج لنا الـ ATP. هذه الـ ATP راح يستعين فيها الفري كرياتين عشان ياخذ الفوسفيت جروب اللي موجوده بالـ ATP، على اعتبار ان الـ ATP ادينوسين تراي فوسفيت، فعندنا ثري فوسفيت جروبس موجوده في الـ ATP، والفري كرياتين بدون فوسفيت جروب. الكرياتين فري كرياتين راح ياخذ 1 فوسفيت جروب من الاي تي بي وتتحد مع فينتج لنا الكرياتين فوسفيت مره اخرى، وهذا الكرياتين فوسفيت مره ثانيه بعد الريكفري نرد مره ثانيه نسوي التمرين مره ثانيه سبرنت وهكذا. تعالوا نشوف هذا الموضوع، هذا الدرس باختصار بصراحه، تعالوا نشوفه باللوح. احنا المعادله الاساسيه ان احنا عندنا اي دي بي، أدينوسين دايفوسفيت،
هذا العملية متى تصير؟ هذا أثناء الرياضة. وقت أثناء الرياضة إحنا محتاجين لخلص الأي تي بي، يعني إحنا ما عندنا أي تي بي، إحنا الأي تي بي مخزون أي تي بي ينفذ خلال ثانيتين، فإذا محتاجين إلى الكرياتين فوسفوكرياتين سيستم لإنتاج الأي تي بي. إنتاج الأي تي بي من وين يجيبه؟ من الفوسفوكرياتين. الفوسفوكرياتين من اسمه فوسفوكرياتين، هو عبارة عن كرياتين وفوسفيت، وهذه الفوسفيت محتاجينها تروح إلى الـ ADP عشان يعطينا ATP. وهكذا المعادلة هذه بالاستعانة بإنزيم يسمى بالكرياتين كاينيس راح ينتج لنا الـ ATP والفري كرياتين. طبعاً نلاحظ أن هذه المعادلة يا أما تكون بهذا الاتجاه أو تكون بهذا الاتجاه. أثناء الرياضة المعادلة هذه تكون بذاك الاتجاه، وأثناء الريكفري بعد الانتهاء من ال 100 متر ركض راح تكون المعادلة بهذا الاتجاه. يعني إحنا في أثناء الرياضة راح ننتج الـ ATP وينتج لنا كرياتين فري كرياتين. وقت الريكفري، وقت الريكفري راح تكون معادلة ذاك الصوب، راح يكون شنو عندنا ATP يضاف للكرياتين، فراح ينتج لنا فوسفوكرياتين و ATP. طبعا احنا عندنا الكرياتين كينيز هذا انزيم جدا ضروري ومهم، هو اللي يتحكم بهذه العمليه. والكرياتين كينيز عده انواع، في كرياتين كينيز للقلب، في كرياتين كينيز للميتوكوندريا، في كرياتين كينيز للعضلات. فاذا الكرياتين كينيز فور برين عندنا في المخ يسمى اختصاره CKB، صح التعبير. وعندنا كرياتين كينيز فور مصل CKM، وعندنا الكرياتين كينيز فور ميتوكوندريا، وهذا على نوعين. فعندنا كرياتين مايتو يعني اختصار لميتوكوندريا، يا اما يكون حق القلب، يكون يعني متواجد هذا الانزيم داخل القلب لحركه القلب، ولهذا القلب ما يتعب على طول. فعندنا انزيم الكرياتين كينيز متواجد باستمرار للميتوكوندريا داخل القلب والمصل. طبعا الفوسفوكرياتين اللي احنا تكلمنا عنه levels fall in proportion to the relative intensity of the exercise 90% or more. فالفوسفوكرياتين اثناء الرياضه راح ينخفض بشده، مستواه يوصل الى 90% الانخفاض. And the free creatine raises. فهني احنا نتحدث عن المعادله في هذا الاتجاه. فالفوسفوكرياتين يتم استهلاكه لاعاده تعبئه الـ ADP، لاعاده انتاج الـ ATP، ويتحد مع الـ ADP. فشنو يصير عندنا؟ فينتج من الـ ATP بس عندنا الكرياتين، الفري كرياتين راح يكون مستواه وايد مرتفع. During recovery، ولكن اثناء الريكفري خلصنا من التمرين، احنا نتحدث بالمعادله بهذا الاتجاه. During recovery from intense exercise، بعد ما نخلص من الـ intense exercise، عند ما خلصنا الجولة 10 طقات bench press صدر مستوي، فوسفوكرياتين is rapidly resynthesized، بسرعة راح يكون بشكل سريع يتم إعادة إنتاجه. إيش كثر المدة؟ 50% resynthesized following 30 seconds، يعني إحنا من نخلص جولتنا خلال 30 ثانية يتم إعادة إنتاج 50% من الفوسفوكرياتين اللي فقدناه. ولهذا احنا نحتاج نريح بين الجولات، نعطي مجال بين الجولات of recovery and more than 90% resynthesized within 2 minutes، وخلال دقيقتين يتم إعادة إنتاج حوالي 90% من الفوسفوكرياتين. ولهذا البعض ينصح على حسب بعض الأقوال أنه ريح دقيقتين مثلا عشان تستعيد قوتك. وإذا ما كان في نصيحة لذلك، بغض النظر عن النصيحة والتوصية، هو أصلاً أنت راح تشوف نفسك إذا خلصت جولتك وريحت دقيقتين ورجعت سويت الجولة راح تشوف أنه عندك طاقة لأنك تقدر تسوي الجولة بنفس الأداء وبنفس القوة. لو ريحت أقل المدة ما راح تشوف أن طاقتك مثل ما أول جولة. ليش؟ لأنه ما استعدت كل الفوسفوكرياتين اللي أنت خسرته. هذا الرسم البياني يبين لنا هذا الموضوع باختصار. احنا عندنا ثلاث فترات اللي تحدثنا عنها، فترة الرست يعني ما قبل ممارسة الرياضة الراحة، وفترة الاكسرسايز وفترة الرياضة، وعندنا فترة الريكفري فترة اللي ما بعد ما خلصنا جولتنا.
وني عندنا استخدام الفوسفوكرياتين، مستوى الفوسفوكرياتين. هني مستوى الفوسفوكرياتين في بدايته قبل لا أمارس الرياضة، قبل لا أركض 100 متر أنا للسبرنت، مستوى الفوسفوكرياتين عندي بالعضلات 100%. فول مجرد ما أبدأ بالرياضة خلال ثواني معدودة، نتحدث عن مثلاً 20 ثانية، 10 ثواني، راح يبدأ ينخفض مستوى الفوسفوكرياتين بشكل سريع، يوصل مستوى إلى أقل من 60%، وقلنا راح ينزل أكثر. وبعد الريكفري، بعد ما نريح من الرياضة، راح نشوف مستوى يبدأ يرتفع سريع خلال مدة تقريباً 2 دقيقة 240 ثانية. فإذا خلال 2 دقيقة نشوف مستوى يتم استعادته. ولهذا وبعد ذلك احنا لو بنكرر راح تسوي التمرين مرة ثانية، راح يبدأ ينخفض مرة ثانية وهكذا، ويرد يسوي ريكفري، يعيد انتاج الفوسفوكرياتين. فهني يبين لنا شلون الفوسفوكرياتين يعني ينخفض مستوى أثناء الرياضة، وبعد الرياضة يتم إعادة انتاجه. During recovery from exercise، أثناء الريكفري، احنا نتحدث الحين هذه الفترة، ATP resynthesis to power creatine phosphocreatine comes from aerobic metabolism. هذا ذكرناه في بداية الدرس، إن أثناء الريكفري شلون نحصل على الATP عشان نخلي المعادلة بهذا الاتجاه. احنا محتاجين الATP عشان نبي فوسفيت جروب تتحد مع الكرياتين عشان ينتج لنا الفوسفوكرياتين. هذا الموضوع وين نحصله؟ نحصله في أثناء الريكفري. احنا بعد ما نخلص التمرين سبرنت 100 متر، شنو الحالة؟ شنو تحس اللي راح يوشك؟ تشوف النسم، فمحتاجين أكسجين، محتاجين أكسجين. هذا الأكسجين هو الأيروبيك سيستم، هو المسؤول عن إعادة إنتاج، هو المسؤول عن إنتاج الـ ATP. فإذا إحنا بعد ما نوقف التمرين محتاجين ندش للأيروبيك سيستم عشان نقدر مرة ثانية ندش للأنأيروبيك سيستم اللي هو الفوسفوكرياتين سيستم. فإذا power creatine phosphorylation comes from aerobic metabolism while oxygen consumption، أثناء استهلاك الأكسجين. وإلا إذا أنت أصلاً قطعت نفسك ما راح تقدر أصلاً تستعيد إنتاج الكرياتين فوسفوكرياتين. ولهذا يفضل بين جولات الحديد، لما أنت تمرن تمارين حديد تتنسم، تأخذ نسم عميق بين الجولات عشان بسرعة تشغل الأيروبيك سيستم لإنتاج الـ ATP عشان ترد تعيد إنتاج الفوسفوكرياتين. فهذا عندنا الصورة باختصار تبين لنا هذه الميتوكوندريا وهذه العضلات. فهني عندنا أثناء الرياضة وهني أثناء الريكفري. أثناء الرياضة عندنا الـ ADP يتحد مع الفوسفوكرياتين بالضبط نفس المعادلة هذه، الـ ADP يتحد مع الفوسفوكرياتين، راح يتحدون مع بعض مع وجود الكرياتين كاينيس، راح ينتج لنا ATP، راح ينتج لنا ATP وكرياتين. فإذا أنتج لنا ATP وكرياتين بالضبط نفس المعادلة هذه، ولكن هني ماخذة بالجانبين، ماخذة الـ Aerobic والـ Anaerobic System. فإذا إحنا بعد ما ننتج الكرياتين، هذا الكرياتين وين راح يروح؟ عندنا الميتوكوندريا وقت الراحة راح تنتج لنا الـ ATP. طبعا الميتوكوندريا تنتج الـ ATP من الـ ADP، يعني هذا سيستم آخر راح نتحدث عنه بالتفصيل، عن طريق أيروبيكلي. فالـ ATP اللي جاي من الميتوكوندريا راح يتحد مع الكرياتين اللي جاي لنا من هذا السيستم. احنا مو قلنا أثناء الرياضة الشديدة يرتفع عندنا الفري كرياتين مستوى، فإذا احنا متوفر عندنا الكرياتين الفري كرياتين، فإذا بس محتاجين الى ATP. الـ ATP هذا راح ناخذه من الميتوكوندريا ايروبيكلي باستخدام طبعا الانزيم الخاص بالميتوكوندريا الكرياتين كاينيس ميتوكوندريا. وبالتالي شو راح يصير عندنا؟ راح ينتج لنا الـ ATP مع الكرياتين، راح ينتج لنا الفوسفوكرياتين، وهذا الفوسفوكرياتين طبعا وينتج لنا كذلك ADP، والADP راح يدش مرة ثانية بالميتوكوندريا، وأيضا أيروبيكلي يتم إعادة إنتاج الATP. أما الفوسفوكرياتين اللي أخذناه هنا من اتحاد الATP والكرياتين راح يرد مرة ثانية استخدامه
أثناء الرياضة الشديدة مع الـ ADP بوجود الكرياتين كاينيز لإنتاج الـ ATP. بكل بساطة هذه مرحلتين، يا أما تكون بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. هني نتحدث عن أثناء الرياضة، أثناء الرياضة الشديدة جولة حديد 10 طقات أو سبرنت 10 ثواني تقريبا، أو وهني أثناء الريكفري بعد ما تخلص تمرينك مباشرة يبدأ يشتغل الايروبيك سيستم. ولهذا ضروري بعد في فترة الراحة في فترة الريكفري تتنسم بعمق. طبعا this elevated oxygen consumption هذه لفترة الراحة وقت اللي نستهلك فيها أكسجين، هذه الفترة تسمى الـ consumption following exercise is called excess، تسمى بالـ excess post exercise oxygen consumption أو الـ epoch. تحدثنا عنه في بوستات سابقة. الـ epoch هو عملية استهلاك الأكسجين أثناء فترة الراحة، يعني إحنا بعد ما نخلص الجولة فنستهلك الأكسجين. طبعا هذا الموضوع طويل ومفصل أكثر من كذي، إحنا يعني هني بس نتحدث عن الإيبوك بعد الجولات، بعد التمرين، بعد period of exercise. وإنما الإيبوك أحياناً ممكن يمتد إلى فترات أطول له علاقة بالميتابوليزم، وهذا ما راح نبحثه، يعني هذا بحث ثاني. ولهذا سجلنا هالملاحظة: oxygen consumption at the end of a bout of exercise does not immediately return to resting levels but instead can remain elevated for several minutes. فالإيبوك هذه الفترة استهلاك الأكسجين هذه ممكن تطول دقائق بعد التوقف من التمرين، بل أن or even as long as several hours، أحيانا تمتد إلى ساعات following exercise termination بعد إيقاف الرياضة. وهذا الموضوع له علاقة بالميتابوليزم وشدة التمرين ونوع التمرين وغيرها من هذه الأمور اللي لها علاقة بعملية الحرق والكالوري اكسباندتشرز وحرق السعرات الحرارية وغيرها من هذه الأمور ونوع التمرين. مثلا تمارين الحديد الإيبوك عندها جدا عالي، ممكن يستمر إلى ساعات طويلة، بينما أنت لما تركض مثلا سبرنت ممكن راح يكون الإيبوك مدته فقط 2-3 دقائق. هذا موضوع إن شاء الله نتركه في أبحاث أخرى. هذا تمام الكلام في هذا الموضوع الكرياتين الفوسفوكرياتين سيستم. طبعا موضوع الكرياتين ما انتهى، ما راح ننتقل في الدرس القادم الى الجلايكوليتيك سيستم، لا راح نتحدث ايضا عن الكرياتين، فتابعونا. المواضيع القادمه ان شاء الله راح تكون ايضا مفيده، واتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس وفهمتوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.